لكن لنبلش مقابلتنا ونكمل مقابلتنا. بنقول من اول ما بلشت لحد اليوم ما خاطرت بألبوم كامل، كنت على طول بتنزل سينجلز. برصيدك اليوم اكثر من 10 اغاني صح؟ مزبوط. اخر وحده كانت اذا بتحبيني. هلا بما انه انا جيت وعملت صحيح. مفاجاه او هيك، فيك تخبرنا لمين غنيتها؟ مين سعيد الحظ؟ هلا كل واحد يعني كل شخص كلبك وحمر وهيك اوكي. لا 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 والله لا. اليوم اليوم يعني يمكن انه هي كل فتره حدا بيمرق هيك بعلاقه او بقصه هيك صغيره، فكانت هيك مرقت يمكن بفتره صغيره حبيت حدا فغنيت لها اذا بتحبيني. اقول لك بعدها بتحبك؟ قلت لك هي انه صارت القصه انه اوكي اوكي ما رح نحرجك اكثر من هيك. خلص اوكي عرق وحمر وخضر. طب حاسس كان المفروض تكون بتحضر اغنيتين عشان ينزلوا على العيد او في الصيف، الخطه زي ما هي ولا غيرتها عشان الكورونا؟ صحيح صحيح غيرنا شوي، وقفنا التحضير صراحه. انا حاطط صوتي على اغنيه من الاغنيتين، وكان المفروض انه تنزل قبل رمضان بس بتعرف الظروف الكورونا وهيك منعتنا من انه نقدم هذا العمل. فان شاء الله من بعد الكورونا حيكون في اصدار لهذا العمل والعمل الثاني خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. طيب ليه ما بتسمعنا شيء حص لبرنامجنا؟ لانه انا كثير بحبك واحمد كمان والمشاهدين. يلا تنيك ماشي يلا. لو فكرت ونسيتك، لو قلت ما حبيتك، المنا حبها الناس ما بها من حنيتك، ما بها من حنيتك. تخيل حياتي بدونك، أكره القل شلونك، سر الحياة مو بالماي، لا سر حياة عيونك، سر الحياة بعيونك. الله حسوم.